أنواع الأعضاء. تختلف أنواع الأعضاء داخل الكاست، كل عضو له خصائص تميزه، كما أن لكل عضو طبيعة خاصة. في البداية يوضع الرمز الخاص بالعضو على اليمين لأسفل، يساوي نفس الرمز الموجود للعنصر رمز آخر هو نفس الرمز مضاف إليه علامة الورقة المثنية، وهي للدلالة على ارتباط العضو ارتباطا خارجيا. ترتب الأعضاء في الكاست وفق نظام معين، يمكن عمل فهرسة للأعضاء من خلال قائمة موديفاي سورت. أول أنواع الأعضاء اللي هنتكلم عنها البيت ماب. البيت ماب ممكن تصدر أو تنتج داخل دايركتور، وممكن تنتج داخل أي برنامج لإنتاج الرسوم. خصائص البيت ماب عبارة عن الباليت الخاضعة ليها الصورة. يمكن تسمية العضو أو البيت ماب في أعلى في هذا المكان. تاني نوع من أنواع الأعضاء هو الفيكتور شيب، وزي ما احنا شايفين الرسمة بتاعته عبارة عن نقطتين متوصلين. الفيكتور شيب بيقصد بيه رسوم بالمعادلات، أي الرسم عبارة عن خطوط، هذه الخطوط رسمت وفق معادلات. تتميز خطوط الفيكتور لا تشغل حيز على الجهاز. النوع الثالث هو الساوند، وبنحصل عليه من خلال عملية الاستيراد. الساوند هيالي ذكر كل ما يخصه في موضوع خاص بذاته. النوع التالي من أنواع الأعضاء هو الباليتا. طبعا الباليتا زي ما احنا شايفين باليتا ليها بعض الخصائص، عبارة عن تدريج للألوان الحمراء. ممكن احنا ننشئ باليتا جديدة من خلال ويندو كالر باليت، واختيار الباليتا المراد التعديل فيها، ثم اجراء عملية سحب وضغط مفتاح بليند لتخفيف الدرجة اللونية، او عمل سايكل للكالرز، اي اجراء عملية تدوير للالوان او قلب الالوان. كما يمكن عكس الاوضاع كما يظهر امامنا الان، يظهر في هذا المكان رقم اللون، كما يمكن سحب الباليتا اللونية أو تحديد عنصر عليها أو مجموعة عناصر، وعمل إغلاق لمجموعة الألوان أو عكس هذه الألوان. النوع التالي من أنواع الأعضاء هو الفيديو، وزي ما قلنا إن الدايركتور يقدر يستورد فيديو من الامتدادات الثلاثة الـ AVI والموف ريال بلاير. كمان ممكن دايركتور يدخل أعضاء من النوع MBEG عن طريق قائمة Insert Tableau Extras Direct Media Extra، وبعدين Browse للفيلم MBEG ومن ثم تحميله وتشغيله معانا. ملحوظة مهمة، الفيديو حين يتم استيراده للدايركتور فهو عبارة عن ارتباط خارجي، وواضح طبعا من الرمز انه عبارة عن ارتباط خارجي، ولا يمكن ادخال ملف الفيديو داخل دايركتور، نظرا لان ملف الفيديو حجمه في الغالب بيكون كبير. احنا عندنا ثلاث رموز للفيديو واضحين، ده الكويك تايم، وده الفيديو اي في اي، وده الريال بلاير، وكمان اللي جنبهم هو الامبيك. النوع التالي من انواع الاعضاء هو التكست. النوع التالي من انواع الاعضاء هو الفيلد. بعدهم عندنا شوك ويف 3D فايل، ده بيتفتح على برنامج العرض بتاعه، بنقدر نتحكم في دورانه او في شكل العرض الخاص به زي ما احنا شايفين. النوع التالي من انواع الاعضاء هو الفونت.
وبالمناسبة موضوع الفونت موضوع محتاج لتوضيح. لما بنكتب نص على الدايركتور عشان نعرضه، في الغالب النص بيكون له فونت مكتوب بيه بيتعرض بيه. ممكن البرنامج بعد ما ننسخه ونحطه على سي دي بغرض تشغيله على جهاز تاني يكون الجهاز التاني معلهوش نفس الفونت، ولذلك هتظهر الصورة مختلفة. عشان كده ماكروميديا عملت خاصية ادخال الفونت جوه البرنامج بغرض تثبيت شكل العرض. وزي ما هو واضح عندنا، احنا ممكن نعمل من قائمة insert media element font وبالتالي اختيار الفونت المناسب للعرض، وطبعا هيالي بعد ذلك ذكر فايدة استخدام الفونت دوت. الفونت طبعا له خصائص. العضو التالي هو الانيميتد جيف او الصورة المتحركة، زي ما احنا شايفين الصورة المتحركة عند تشغيلها على البرنامج. تظهر فيها حركة. الصور الانيميتد جيف عموما هي صور حجمها قليل وفيها حركة، وعشان كده هي ناجحة جدا على الانترنت وعلى البراوسر، لكن احيانا ممكن حجمها يبقى كبير وما تبقاش خفيفة، وده طبعا مرتبط بعامل عدد الفريمات المكونة منها وعامل مقاساتها. المنبر التالي هو انيميتد كيرسور، وده بيتكون من خلال وضع مجموعة من الأعضاء في الكاست ذات عمق لوني 8 بت، وبعدين من قائمة insert media element cursor، وطبعا بتظهر قدامنا نافذة الخصائص. العضو التالي هو البيهيفير، والبيهيفير ده كود مكتوب بلغة اللينجو. الكود ده ممكن نسحبه ونوصفه على مجموعة من الأشكال على الشاشة وتظهر لينا نافذة الخصائص، ونقوم بعمل بعض التطبيقات فيها كي يسلك البرنامج سلوك معين في لحظة معينة. بعد كده عندنا الصوت من النوع شوك ويف اوديو. بعد كده عندنا الممبر من النوع هافوك، وده نوع 3D. عندنا بعد كده الفلاش، وده SWF فايل تم استيراده للعمل على دايركتور. عندنا بعد كده الستاندرد باتون، الستاندرد راديو بوكس، الستاندرد تشيك بوكس. وواجب ان احنا نفرق بين الراديو بوكس والتشيك بوكس واستخدامهم في برنامج المالتي ميديا او حتى في عموم البرامج. اي راديو بوكس بيقصد بيه في الغالب اختيار من مجموعة اختيارات. الاختيارات ديت بتكون اما واحد في المجموعة، اما التشيك بوكس فهو اللي ممكن يكون اختيارين في نفس الوقت معانا، ممكن يكون اختيارين في نفس الوقت معانا، وممكن ندخل الاعضاء الثلاثة اللي فاتوا التشيك بوكس والراديو بوك باتون الستاندرد من خلال قائمة انسيرت او من خلال الرسم مباشرة من لوحة الادوات. عندنا بعد كده الممبر من النوع Active X Control، وزي ما احنا شايفين تم اختيار موضوع الكالندر او النتيجة لعرضها من لستة Active X Controls اللي نازلة على الجهاز. عندنا بعد كده ممبر بيستخدم في عمل DVD وتصميم الانترفيس الخاص بيها. عندنا بعد كده الفا مينيا ممبر، وده لير فوتوشوب.
تم استيرادها بكامل خصائصها داخل دايركتور. عندنا بعد كده ويب اكسترا، ودي بتمكننا ان احنا نشغل HTML فايل. عندنا بعد كده ممبر من النوع DM Tools، ده وظيفته يعمل حركة او انيميشن على ممبر من الممبرز الموجودة في الكاست، وزي ما احنا شايفين بيعمل لنا زي افكت مية او ريبل على الاوبجكت. عندنا بعد كده برضو ممبر من النوع DM Tools، وهو خاص بعمل النجوم وبتحكم في سرعتها. بعد كده عندنا الترانزيشن ممبر، وفي اكتر من صورة للترانزيشن، ده بيكون ناتج عن تنوع انواع الترانزيشنز اللي احنا بنستخدمها في البرنامج. دي من النوع الاضافي او اللي بيسموه الاكستراز، اما دي لوحدها عبارة عن ترانزيشن من الستاندرد ترانزيشنز اللي نازله مع الماكروميديا دايركتور. في حاجه مهمه، تنظيم الاعضاء داخل دايركتور وتسميه كل عضو باسم يدل على محتواه، عمليه مهمه للغايه، كما انها تساعد في الوصول للمعلومه. عند استيراد الاعضاء يجب تنظيمها واختيار الأعضاء المناسبة. بعد تركيب الأعضاء يمكن حذف الأعضاء غير المستخدمة. الأعضاء غير المستخدمة يمكن التعرف عليها من خلال استخدام Find ثم التوصيف على Usage أو الاستعمال، واختيار Not used in the score أو غير المستخدم في المبين الزمني. ملحوظة، قد يكون هناك بعض المفاتيح التي تم توصيفها من خلال الكود، فيجب مراعاة عدم الحذف إلا للأجزاء غير المستخدمة حتى لا نقع في مشاكل.